حضرتك دلوقتي من ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها الدكتور مرسي على نفسه انه رئاسة الجمهورية تتحول الى مؤسسة، وانه سيكون لديه عدة نواب لرئيس الجمهورية، وان سيكون عنده مجموعة من المستشارين. وهناك في الاحاديث حوالين مجلس وطني او مجلس امن قومي هيبقى موجود، وانه مؤسسة الرئاسة هتبقى مؤسسة كمان لديها اشراف علمي واشراف استشاري على كثير من مراكز في الدولة، بغرض ان هي تكون فيها عقول وفيها بحوث وكل هذا الامر. لما تيجي تعمل الديزاين او تيجي تعمل تركيبة الاستراكشر، لما تيجي تبني بيت او فيلا بتجيب مهندس انشائي له خبرة في هذا الموضوع، مصمم يصمم هذا الموضوع، لازم يكون شاف الكلام ده بره، شاف احدث اشكال من هذا الموضوع. تفتكر اذا الواحد عمل هذا المشروع من عندياته او من انطباعاته او من رغباته دون ان يكون هناك فريق منشئ للمشروع، مش ده خلل هيبقى كبير؟ هذا خطأ كبير، لان انت بتبدا فروم سكراتش من زيرو. ليه؟ انت عندك تراكم خبرات. هي قيمة مصر ايه؟ تراكم تقاليد وخبرات. انا كنت بشوف على الجرازات مفتاح يقول لك مش عارف فلان باشا من ايام العصر الملكي عند الديوان وعند الامناء حاجات دي. لا كيف انا؟ ده انا بلد معلمة للمنطقة ككل. احنا بمناسبة انها معلمة، انا بس بصينا في مجموعة معلومات لقينا انها مهمة جدا، انه الحاكم المركزي موجود في مؤسسة الرئاسة، وأن مؤسسة الرئاسة في مصر بدأت باسم الديوان العالي بمقر الحكم بالقلعة في عهد محمد علي 1805. مظبوط. يعني ده مش شيء مستحدث عندنا. لا خالص. وبعدين تغير إلى الديوان الخديوي في عهد الخديوي إسماعيل. طبعا. 1830. ثم مجلس البلاط الملكي في عهد الملك فؤاد 1868. ده هو ولد 1868. ميلاده 1868. وبعدين بس تولى سنة 17. وبعدين السيد سامي شرف أسس سكرتارية المعلومات، هو اللي أسسها. ده صحيح. بعد ذلك ثم انقسمت إلى ديوان الرئيس اليوران أمانة الرئاسة. لا هنا بس توضيح. في ثلاث أقسام رئاسية أساسية في الرئاسة يا عم ليك. الديوان، مكتب رئيس الجمهورية اللي كان بيرأسه الدكتور اللواء سعد شعبان عالم الفضائيات. أيوه. وايضا سكرتاريه الرئيس اللي دايما تكون قريبه منه لانه ساكن في مصر الجديده، فتبقى في مشيه البكر. عبد الناصر كان في مشيه البكر، كانت قدامه تعدي الشارع مكتب السيد سامي شرف. اهمهم ايه بقى؟ اهمهم انا في رايي انا سكرتاريه الرئيس. لانها اللاست فلتر، الفلتر الاخراني، دي الحلقه الضيقه ضيقه جدا حول الرئيس. واللي بيشوفوه طول النهار ولهم اكسس انهم يدخلوا له في اي وقت. وكان عندنا تصريح تخش بيته من غير اذن. البوابات يعني في 7-8 مبلغ اسمائهم يخشوا في اي وقت. فدول بيبقى لهم اهميه، لكن البرستيج قدام الناس والقيمه بالديوان. لان ديوان رئيس الجمهوريه هو اللي بيحضر تقديم اوراق الاعتماد، بيحضر اداء اليمين للوزراء الجدد والوزراء الجديده، بيبلغ المراسيم الكبرى والقرارات الجمهوريه الهامه. كل ده لا يجب ان نغفله. انما الامناء واليوران تبع رئيس تبع الديوان، يتبعه الديوان. الحرس الجمهوري ده شيء مستقل اللي بيعتبر قائده كانه المستشار العسكري لرئيس الجمهوريه. طيب هم بيقولوا كمان من ضمن المهام، وصححني لان حضرتك اللي تعرف الصح، ان هي ترتيب اجنده الرئيس. ده جزء من نشاط السكرتاريه الخاص. بالظبط. طب يعني نشرح للناس يعني ايه اجنده الرئيس. بالظبط. الرئيس معاه بتاع كده جلد كده فولدر يحط فيه ورقه، ببقى انا حاطط له مثلا حاجه معينه، نقاط الحديث مع هيلمونت كول في بون يوم كذا، اهم افكار مقترحه لخطبه الرئيس في عيد العمال، اهم النقاط التي نرى ايرادها في خطاب الرئيس في افتتاح البرلمان. عنده نقط طول النهار، ملاحظات بيقرا منها. خطبه الرئيس في استقبال مثلا رئيس نيجيريا، بسيطك. كل حاجة في يومها موجودة قدام. يعني مثلا تعال ناخد نموذج عملي. احنا عندنا اول 100 يوم في حياة الرئيس الدكتور مرسي.
دي مرحلة بالغة الأهمية. عنده قمة أفريقية يوم 16-17 أولا هذا أول اختبار. وأرى أن يحضر الدكتور مرسي هذه القمة حتى يرى الأفارقة اهتمام العهد الجديد بينهم، لأنه مزعلوا مننا قوي بعد محاولة الاغتيال. الرجل انقطع حوالي 15 سنة بالزبط عن الذهاب، فدي بتعمل دروب كبيرة جدا، فلازم يروح. لابد أن يستمع إلى خبراء الشؤون الأفريقية، خبراء الري، يستمع إلى وزارة الخارجية بأجهزتها الفنية وقدراتها المعروفة. كل هذه الأمور لا يمكن إغفالها على الإطلاق. طيب هو دلوقتي لو افترضنا إن هو عليه ترتيب أولويات، إن هو بيركب، عارف زي الميكانو بتاع الأطفال، بيركب قطعة في قطعة في قطعة عشان تعمل شكل في الآخر. طب هو دلوقتي البلد متفككة وهو بيركب مؤسساتها بشكل سليم. تعتقد حضرتك الأولوية رئاسة الجمهورية أم مجلس الوزراء أم يشتغل مع الاثنين معا وهو بيركب المؤسسات بتاعته؟ شوف مبارك كان بيتعامل مع الوزراء على اعتبار أن كل وزير منهم مستشار له في قطاعه، لأنه كان بيكره فكرة المستشارين عليه قوي. يعني إدى للدكتور أسامة البازة الله يمسيه بالخير، وده رجل خدم خدمات جليلة لهذا البلد، اداله لقب مستشار السياسي للرئيس بصعوبه. وكان متصور ان معناها مستشار يعني انه مش عارف حاجه، هو ان في ناس بتعلمه او بتكتب له او بتفهمه. فكان حساس منها جدا. انما انا بقترح دلوقتي على الدكتور مرسي انه يستعين بمجموعه من المستشارين المتخصصين، لبلد مليانه كفاءات. دور على الكفاءات الافضل في كل قطاع. الكفاءات الهامه في مياه النيل، الكفاءات الهامه في الشؤون الافريقيه العاديه، الكفاءات الهامه في التسليح النووي. انا باجي بسال السؤال، مين اللي يعمل الديزاين ده؟ مين المهندس اللي يرسم؟ لابد ان يجلس مع مجموعات من الناس اللي عندها فكره اذا اراد، انما هم دايما بيمشوا بفكره استبعادي. طب تفتكر لو جه الديزاين ده من حزب الحريه والعداله، هل هذا يكون مفيد ولا بتعتبر ان ده مضر؟ لا يكفي طبعا، هذا لا يكفي. لا يكفي وممكن يكون مضر. اه طبعا، لان انت دلوقتي كده احتكرت بمعنى المونوبولي، احتكار توجهات الدوله في تصور واحد. وده أمر يؤلم جدا. أنت الآن رئيس مصر كل المصريين، تستعين بعماد وتستعين بمصطفى وحسن وعلي وإبراهيم وأي حد. طب يبقى لو حضرتك مكانه أبدأ باختيار نوابي عشان يبتدوا يبقوا الحلقة اللي بتفكر معايا، وأجيب مستشارين ولا أجيب مستشاريني اللي يفكروا معايا كيفية اختيار نوابي؟ لا يعني موضوع نوابه ده موضوع سيادي شويه، هيخضع لتوازنات. انا عايز واحد قبطي، انا عايز واحده سته، انا عايز واحد عسكري. ايوه نبتدي بايه الاول؟ لا انا بتكلم النهارده واحنا قاعدين اهو دلوقتي. نواب نبدا بالنواب، وبعدين كده يعين طقم المستشارين، مجموعات استشاريه مش اشخاص. دي مجموعه مياه النيل، دي مجموعه الاتحاد الاوروبي، دي مجموعه التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه، دي مجموعه قضايا الفلاح المصري، وهكذا. طيب نوابي ومستشاريني هم اللي فكروا معايا في تسمية رئيس الحكومة، ولا أسمي أنا رئيس الحكومة قبل ما أكونهم؟ لا 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 لا، يعني أنا أعتقد أن هم لازم يساعدوه في تسمية رئيس الحكومة، ويحطوا له بدايل، ويحطوا له بدايل واحد واثنين وثلاثة وعيب وميزة كل واحد منهم. في ناس ما كانتش بتحب كده. أنا رحت للرئيس مبارك مرة ومعايا شوية ورق زي ده كده، ورق لطيف وكان بيقول لك مش لاقيين كفاءات، هجيب لكم منين؟ دايما كان السؤال غريب، نجيب مين؟ رحت اجيب له بقى مجموعه رؤساء بنوك قدامى من المرموقين، مجموعه رؤساء جامعات، واخد بال سيادتك. انا ركزت فيها يوميا على دكتور محمد الهاشمي، كان شخصيه كده ورئيس جامعه عين شمس، ومجموعه وزراء سابقين وشخصيات. قلت له يا فندم انا امبارح اجتهدت وشايف ان دول يعني ممكن يكونوا ماده للاختيار، رؤساء جامعات ورؤساء بنوك وشخصيات هامه كبيره. بص كده في سخريه كده، انا روح ده كلام فارغ، ولا كده حاجه زي دي، لانهم كانوا بيدوروا في مربع معين انا مش عارفه، انا بدور في الدايره كلها. ايوه هم لا يريدون شخصا يكون طيع خاضع، ممكن تكون ممسوك عليه حاجات فيبقى تحت الكنترول دايما، مش عايز واحد يعمل عليه عنده. ده مره يا راجل الدكتور سلطان ابو علي تقدم باستقالته، فرحت قلت للرئيس في المركز الرياضي يا سياده الرئيس دكتور سلطان ابو عاردي بيستاذن سيادتك انه اقدم استقالته. قال لي لا 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 لا، بلغه انه محل ثقتي الكامله ولا يتركني ابدا، وشاله ثالث يوم في تغيير وزاره. يعني دايما بيدي لا بيد الاخرين. شوف فكره السلطه وعنفوانها. ولذلك انا بشوف ان الحاكم لما بيقعد على الكرسي والكرسي يسخن ربنا ما يكفيك شره، بيتحول. وكلهم بيبداوا متواضعين وطيبين، والكفن ملوش جيوب، محدش يجيب سيره مراتي،
وانا راجل عايز مده واحده، واذا كان نص مده ما هقعد وانا خادم الشعب. وبعدين العمليه بتبقى سخنه شويه بعد كده. طب ايه اللي بيحصل يعني؟ كيف يتم تحويل رجل ممكن يكون صالح، طيب، جيد، مخلص، عفيف اليد، عفيف اللسان، غير راغب في السلطه والظروف والمقادير وضعته فيها، ثم فجاه يصبح محبا للسلطه الابديه مستمر فيها، ويصبح يعني هو صوره للاستبداد او الطاغيه اللي هو ترفض؟ الرد سهل جدا. السلطه المطلقه مفسدة أي مفسدة. خلاص ما حدش بيقولك لا، ما فيش قواعد ولا قوانين تحدد وضعك وتمنعك. هذا الأمر ما أظنش أنه هيمشي في مصر دلوقتي، الدنيا اتغيرت، لأنه 25 يناير في رأيي أسقطت حاجز الخوف. يعني لن يتمتع الدكتور مرسي بالسلطات الاستبدادية التي كانت لمبارك، أو فكرة هيبة السلطة، أو فكرة هيبة السلطة. لا، الناس كلها بتقولك لا وما يصحش كده وعايزين كذا ونعترض على الرئيس في كذا. الدنيا تغيرت، ما شاف رئيسه اللي كان راعبه 30 سنة نايم على سرير وداخل القفص. انهارت أشياء كثيرة خصوصا أمام الأجيال الجديدة، وما عادش فيه كبير. لا،